اكتشاف اللي تم في واد ملاح بولايه الجلفه عباره عن بقايا عظميه لحيوان وحيد القرن او وحيد القرن الابيض. هذه السلاله عاشت الى غايه فتره البوسان بشمال افريقيا، يعني من اواخر الممثلين لهذا النوع في هذه المنطقه. دونك والاعمال المستقبليه دونك مواصله العمل او التنقيب والحفريه في هذه المنطقه من اجل استخراج اكبر عدد ممكن لهذه البقايا العظميه في هذه المنطقه.